في أحداث وأمور كتير في حياتنا بتمر بينا بنبقى محتاجين نعرف فيها حكم الشرع إيه، حلال ولا حرام، نتصرف صح إزاي، التصرفات اللي بنعملها دي صح ولا غلط. الأحداث المؤسفة والصادمة والقاسية والموجعة اللي بدأت تتكرر بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، هل السبب فيها بعدنا عن الدين، إن احنا بقينا بعيد عن ربنا، بعيد عن ديننا؟ ده السؤال الأهم والجوهري اللي احنا هنسأله لضيفي الكريم في حلقة النهاردة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقرم بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك ومشاهدينا الكرام، والشكر موصول لهيئة البرنامج الموقرة. أنا طبعا كان لي الشرف وأجريت مع حضرتك حوار من أكثر من سنة. نعم. ويعني أتشرف النهاردة كمان بحوار آخر، يعني عجز عن الشكر. بارك الله فيك. لاستجابة حضرتك للدعوة الكريمة. شكرا لكم. إحنا بدأنا الحلقة بفيديو كان منتشر خلال الفترة الماضية 48 ساعة لأب يجرد بنته من ملابسها ويعريها في الشارع، بنته رضيعة كم شهر، مش عارفة إذا كنت حضرتك شفت الفيديو ولا لأ. نعم. وسابها في الشارع في الجو البارد ده وفي الصقيع ده لخلافات بينه وبين زوجته، وكان في النهاية عايز يحرقها بالنار علشان يهدد زوجته. الأحداث دي قاسية، احنا ما كناش بنشوفها قبل كده. هل السبب فعلا ان احنا بعدنا عن ربنا، بعدنا عن ديننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحل الحلال وحرم الحرام، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. المجتمع كلما علت فيه مكارم الأخلاق كلما كانت حاجزا بينها، يعني بين الناس وبين المعاصي، وكلما ضعف الوازع الديني للأسف اكترأ الناس على المعاصي والسيئات. طبعا هذا أو هذه الواقعة المؤسفة المشينة المؤلمة هي قد تكون مشابهة لعادة وأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. طبعا هذه جريمة منكرة لغياب أولا التوعية الدينية. كذلك الإنسان ينتبه إلى صحيح فقه الزواج، يعني مثلا حضرتك بإيجاز شديد. أعوذ بالمقاطعة فضيلة الشيخ، أنا هتكلم في النقطة دي لأنها بالغة الأهمية، بس خليني أتوقف عند جملة غياب التوعية الدينية. نعم. غياب التوعية الدينية دي، ألا ترى أن ممكن رجل الدين دوره تقلص، تضاءل، ما بقاش زي زمان؟ أولا عالم الدين يعني ينبغي أن نوفر له الإمكانات، حرية الفكر، حرية الحركة. يعني دعيني أصرحك، نحن نفتقد ونفتقر إلى قناة تخصصية للأزهر الشريف، إلى الآن غير موجود. مع أن في عشرات القنوات للرقص، للغناء، للفرفشة، للرياضة، للأفلام. وزارة الأوقاف اللي هي معنية بالدعوة، هل لها قناة فضائية تقدم صحيح الإسلام؟ لا يوجد لها قناة فضائية. إذاعة القرآن الكريم في نعم؟ إذاعة القرآن الكريم يا فندم، ليس كل الناس يتابعون إذاعة القرآن الكريم اللي يعني نحن نريد في ثورة الاتصالات أن يكون هناك يعني فاعلية لتلقي المشاهد صوت وصورة. إنما حضرتك الاتكال على مجرد إذاعة القرآن الكريم، وزي ما قلت لك، أين 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 قناة الأزهر الشريف؟ طيب حضرتك شايف أين قناة دعيني للأوقاف؟ لا يوجد. هي دي بس المشكلة؟ طب حضرتك مش المشكلة، ما هو طبعا أنت عايز تعمل توعية. طب ما حضرتك التوعية في المسجد فقط؟ لا، يعني حضرتك موجود معنا في الإعلام وبتقوم بدور يا ست، ده قلامة قلامة، دي فترات متقطعة، كلمات متقطعة، حينما يستعان بعالم لقضايا معينة. طيب حضرتك بتتكلم برضو، قلت في كلامك ان في قنوات كتيرة للرقص والفرفشة. ايوه في. فده ممكن خلى ان دور الممثل او دور الفنان ممكن يكون دلوقتي اكثر تأثيرا من عالم الدين؟ لا، هو حضرتك ده مش يرجع لهذه الفترة او فترات يمكن من ستينيات القرن الماضي. خدت بال حضرتك؟ وليست مصر فقط، المنطقة بكاملها. ايوه في محاولات زي مرصد الازهر الشريف، بعض المواقع الالكترونيه، لكن ليست كافيه. طيب. لان امراض المجتمع كثيره.
نسمع التصريح من الفنان محمد نجاتي عن دور الفنان ودور الممثل ودور عالم الدين او الشيخ، يعني قال راي محدد بهذا الموضوع. نسمعه مع بعض ونشوف تعليق حضرتك عليه. شغلانه حساسه جدا بتخش كل البيوت، احنا ممكن نكون اهم من دكتور الجامعه، ممكن نكون اهم من الشيخ اللي في المسجد. ليه؟ لان انت مش مضطره تروحي مسجد او مش مضطره تروحي جامعه في الحالة اللي احنا فيها دي. انت بتقعدي قدام التلفزيون بتتلقي المعلومات. انا عارف انا بقول ولا ايه؟ يعني انت تعني ما تقول. طبعا اعني ما اقول جدا. سمعت حضرتك راي الفنان محمد نجاتي، قال ان هو دور الممثل اهم دلوقتي من دور الشيخ. لا مش اهم. هو يبرر ان الاعمال الفنيه ايا كانت بقى انواعها بتقتحم او بتدخل البيوت. بينما دور عالم الدين محصور في المسجد. تتفق معي طبعا. انما مش معنى ان بقى اتفق معاني يعني، او كما تبادر الى فهم حضرتك، انه الفنان دوره مؤثر عن عالم الدين. لا، ده بيخليني اقول ان اي تصريح او اي كلمه تخرج من اي فنان بيكون لها تاثير كبير جدا. لا مش كل، مش شوف حضرتك اي كلمه واي تصريح، يعني مثلا لو لما بنسمع عن تصريحات بعض الفنانات عن مفاتن الجسم الخاصة بيهم، عن لا أنا لا أخوض في هذا، لا تصريحات اللي بهذا الأمر بهذا الشكل. طيب تخوض عندما ترد فنانة عندما يسألها المذيع هل تتحجبين في يوم من الأيام، وترد عليه وتقول يا ساتر، هل ممكن ترد على هذا التعليق أم لا؟ اسأل نقابة المهن التمثيلية، والكلام ده ليس اختصاص العلماء. ليه؟ لأن مش قيمتنا أن احنا ننزل إلى درجة أناس يفتخرون بمفاتن أجسادهم أو يقحمون أنفسهم في أمور ليست من اختصاصهم. هذه لنقيب المهن التمثيلية، لأن لابد أن يضبط العمل عنده. إنما أنا كشخصي والمؤسسة العريقة التي أنتمي إليها لن ننزل إلى هذا المستوى. حتى وهي تعلق على الحجاب، هي تعلق براحتها، بتعلق على الحجاب. حضرتك احنا قلت لك لنا احنا قامة وقيمة، ولكن ومن امن العقاب اساء الادب. طب ما ردتوش ليه؟ نرد على لما تاني ان انا انزل من قامتي وقيمتي لواحدة بتفتخر بمؤخرتها. لا انا بتكلم انت على تريد ان انا انزل الى هذا المستوى. لا سيبك من المؤخرة ومفاتن انا انزل لهذا المستوى. انا بتكلم عن تعليقها على الحجاب ان هو يا ساتر. مش انا تعليق على فرض. مش انا اللي رد على نقيب المهن التمثيلية ومش مسلم. التعليق ده ما احنا استفز احد المحامين. يا استاذة احنا لو قعدنا نلقي احنا قضايا الاسلام وقضايا المجتمعات الاسلامية وما يخطط للمنطقة العربية أكبر من هذا. لا، عندما يتعلق التصريح بفرض من فروض الدين الحجاب، يعني ربما يرى البعض أنه ربما كان يستحق التعليق. من مين؟ من علماء الدين. خلاص من علماء الدين، وإن شاء الله بقى أما نيجي نتكلم تطلعوا لنا أنتوا بتكمموا الأفواه والأوصياء على الدين، ولا مش هتقولي لي؟ هتخلينيش أفتح ملفات والداعية اللي مرة يلبس بنطلون ومرة يلبس جبة ومرة يلبس مش عارف إيه، أنا لن أسمي أحد. اللبس حرية شخصية. حرية شخصية؟ حرية شخصية. لا ده منسوب للدين، منسوب للدين. لابد أن عالم الدين يحترمون زيه، يحترمون مكاناته، يحترمون قيمته. أنا بقول لحضرتك أدي كنموذج. حضرتك ذكرت رأيك بكل حرية وكل قنوات تقبلت هذا الرأي. بقى. لكن شتمنا وبيهددونا ان هيحولونا مش عارف لايه. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. وان شاء الله يعني يتكرر اللقاء مره اخرى، وهتتكرر الفقرات مره اخرى، وهتكون المساحه في برنامجي على الاقل. الله يبشرك بالخير، يعني هنيجي تاني تكون ان شاء الله. هتيجي تاني باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقدس. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. فاصل ونستكمل الحلقه، ابقوا معنا.